Hej och välkomna till svenska språket på arabiska. Idag ska vi tala om ordföljd med fundament. Marhaba. اليوم تنحكي على ترتيب الجمل مع فندمنت. وإذا نترجم الكلمة فندمنت بالعربي هي معناتها مثل أساس. وفندمنت هي شلون نبلش الجملة. يعني بالسويدي نقدر نبلش الجملة بعدة طريقة. هنا أول شيء أولا عندنا فندمنت هي الأساس. رقم 2 فعل، وبالسويدي دائما الفعل يجي رقم 2. فعل الأول يعني verb at. subject هي الفاعل. sats adverbial هي العبارة ظرفية. verb 4 هي فعل الثاني. object المفعول به. rooms adverbial هي ظرف مكان. و tides adverbial هي ظرف زمان. هلا اذا نشوف هل في عنا جملة حطيتوا كل الجمل كل الكلمات مكان صح. هلا مثلا هان هي هو، وهو هي subject هي فاعل. هلا عنا جملة نبلش مع الفعل، وإذا نبلش مع الفعل تصير الجملة تصير سؤال. هلا إذا نقول سكو هون كانش آتا موت هما إيدوغ، هاي الجملة تصير سؤال وتصير سوف هو كانش ربما يأكل طعام بالبيت اليوم. سكوهن كان شيء أهتم مطهم ما إدوك. بس نحن اليوم ما نحكي على السؤال، نريد نحكي على الجواب على الجمل. وبالسويدي نقدر نبلش الجملة مع مثلا سوبيكت مع الفاعل. هناخذ كل هاي السوبيكت ونبدل محله يا الأساس. فنشيل السوبيكت إكس شيلها ونحطها بالأساس. هلا عنا جملة صحيحة. هم سكو كان ش أعطى موت هما إيدوغ. المعنى بلش مع هو. هو سوف ربما يأكل الطعام بالبيت اليوم. هاي أول جملة. كمان هان رجع يا محلة يا السوبيكت. رجع الهان يا محلة هان. نكتب نفس الجمل نفس الكلمات. سكو كان شف أتا موت هما إيدوغ. بس هالمرة نريد مثل ما يقول حط الثقل على مثلا موت الأكل. معناتها نريد نبلش الجملة كلها مع أكل. نريد نبلش مع أوبيكت. فالأوبيكت نشيل هالأوبيكت والأوبيكت كله نحطه بالفندمنت بالأساس. نكتب هون موت موت سكو هن كان شه آتا هما إيدوغ. هاي نفس الجملة بس انه نبلش مع موت نحط الثقل على الأكل. يعني اريد اكثر معلومة من الاكل. هلا صار الطعام سوف هو ربما يأكل بالبيت اليوم. فنقدر كمان نختار انه نبلش مع اوبيكت
بلش الجملة كلها مع أوبيكت، والأوبيكت هي مفعول به. نفس الشيء سكو هان كان ش أتا موت هما إيدار. والتالتة نريد نبلش مع ظرف مكان، نحط الثقل على ظرف مكان. رومس ادفيربيول الهمة، شيل الهمة وننقلها الهمة رومس ادفيربيول ننقلها يل أساس همة. هلا نفس الجمل هي نفس المعنى بس نحط ثقل بالبيت. هما سكا هان كانشي اتا موت ايدوغ، المعنى هي بالبيت، سوف هو ربما ياكل الطعام اليوم. هلا عندنا ثلاث جمل مع نفس المعنى وترتيبا صحيح. سكو هان كان شف موت اما ايدوغ. هلا نريد نبلش ونحط الثقل باليوم، مثلا اليوم سوف او بكره سوف، الاسبوع الجاي سوف. نريد نبلش مع ظرف زمان الوقت، نبلش الجمله كلها مع ايدول اليوم، هاي كلها نحطها على الاساس بدايه الجمله. هلا الجمله صارت إيدوغ سكا هان كانشي آتا موت هما، المعنى أنه اليوم سوف هو ربما يأكل الطعام بالبيت. هاي كمان عندنا أربع جمل مع نفس المعنى. مثل ما قلت بالبداية انه اذا نبلش الجملة مع فعل يصير سؤال. سكا هان كانشي اتا موت هما ايدوغ، هذا صار سؤال. ولسا عندنا الفوندمنت، نقدر نكمل السؤال انه نحط او كلمات السؤال، مثلا لماذا فارفر اكتب الاحمر فارفر او متى فارفر سكا هان كانشي اتا موت هما ايدوغ. لهيك صار سؤال، لماذا سوف هو ربما ياكل الطعام بالبيت اليوم. هيك صارت السؤال. فبهالطريقة نقدر عنا واحد اثنين ثلاثة أربع جمل مع نفس المعنى وسؤال مع الفوندمنت مع الأساس. هيك واحد يستعمل الفوندمنت ويركب الجمل. تاكسوميكا. طيب